تعالى يا هند. دي بقى هند ساكنة قبل مني في الدور الأولاني. أمها ست ما بتتحركش، وأنا عندي أخت بتاعت ربنا. كنا إحنا بقى الشغل، إحنا قلنا لهم آثار وعملنا محضر، عملنا محضر من حوالي أكتر من شهرين. قلنا لهم يا جماعة في فحص لحد ما العقار زي ما أنت شفت كده حصل، ولا حد سأل فينا. معانا صور بالأرض وهي بتغور، لأن كل لحظة كنا بنحس إن البيت بيقع، بقينا بنستنجد بالناس، مفيش بس آثار. هو ده المكان اللي هما جايبيننا ننام فيه. بس السراير عامل ازاي؟ السراير باينة. أطفال وناس كبيرة. وفي مرض الكورونا وقرف. معلش تعالوا الأوضة الثانية، تعالوا.